الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن نحن نقص
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان
مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آية
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإن حافظون قالوا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئن هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم
أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاء السيارة فأرسلوا قال يا بشرى يا بشرى يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
الشاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله
قال معاذ الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك، قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك،
وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم.